بعد إغلاق دام لسنتين، قررت الحكومة أخيرا فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير المغربية، وفي القلب منها الجماهير البيضاوية التي ستشهد مباراتين بالمنافسات الإفريقية. استقبل الجمهور الرجاوي بالتنديد والمعارضة على ثمن التذكرة التي يبلغ سعرها 50 درهما. نزلنا للشارع لمعرفة آراء الجماهير الرجاوية، فابقوا معنا. هذا الموضوع ديال التذكرة ديال حول الافتتاح ديال الملعب، ما عرفتش علاش الجمهور تقلق. انا بالعكس حنا بغينا نعاونوا الرجاء ونعاونوا الوداد. ازمه ديال عامين ونص وما كاينش مداخل، 50 درهم ماشي حاجه، 50 درهم بحال غنديروا ساندويش. نعاونوا هذه الفرقه ونشوفوا ديك الساعه ما كانش النتائج والجمهور ديك الساعه يحتاج، خصنا نعاونوا باش نخلصوا هذا. ما كاين لا اشهارات لا والو. انا متفق على 50 درهم ومتفق الوداد، حقيقة الوداد داروا 30 درهم، الرجاء داروا 50، ولكن ما فهمتش السي محفوظ علاش دار 50 درهم. كان يتبع القضية اللي دارت الوداد، الوداد دارت 50 درهم في يمكن 30 درهم في 50 درهم دارت الوداد في 400 درهم ولا معت 500. أنا تنتفق باش يتفقوا بجوج الرؤساء ويكون داك الشيء، ما عرفتش علاش داروا التفريق الرجاء دارت 50 درهم، ما تفهمش لي علاش. ولكن كجمهور الرجاء أنا تنعرفوا يتحدى كل شيء، جمهور الرجاء قاد على كل شيء، راه هما اللي عاونوا الفرقة باش طلعت. تنتمنى زعما كاين إن شاء الله يشوفوا الناس من هاد كوفيد ما بقاتش والناس مأزمة، خصنا نتعاونوا شوية. و50 درهم أنا ما جاتنيش بزاف، بالنسبة لل 50 درهم ما جاتنيش بزاف. الفكرة ديال أن الراجل دايره 50 درهم، الناس أولا الشباب المتنفس ديالهم هو داك التيران، هو هذيك الكرة، كيبغي كيمشي كينسى كيزها، هذيك هي هذيك هي المتعة ديالو. فاش غدير ليه أنت 50 درهم وهو كشاب ما عنده لا خدمة ما عنده حتى شي حاجة، راه شحال من واحد ما غاديش يمشي، شحال من واحد ما غيشجعش الفريق ديالو. يعني كيبان لي أنا حتى هذيك المتعة البسيطة الانسان غادي يتحرم منه. فانا كنرفض هاد القضيه اللي داروا، كنتمنى انهم يتراجعوا عليها قبل من مباريات اخرى من غير هاد المباراه. يمكن كاينه شي مباراه دابا غادي دار من غير هاد المباريات، لانه الا تقبلات هاد المره مره اخرى غتولي 70 درهم، مره اخرى غتولي 100 درهم، وهذاك الفريق ما كاينش اللي غادي يشجع. المهم كيف ما كتشوفوا قالوا 50 درهم ديال وراق في الرجاء، ولكن راه بزاف عليه والله. دابا كاينين الازمات وكورونا والناس ما خداماش، واش يديروا 50 درهم؟ راه ما كتشجعوش الجمهور. عاوتاني واخا حليتوا للناس باش يدخلوا، ما كتشجعوش الجمهور باش يدخل. يعني 50 درهم راه بزاف عليه والله. كانت 30 درهم كانت مزيانه، يعني 30 درهم اي واحد ممكن يدخل، اما 50 درهم راه بزاف عليه والله. والازمه كاينه، الخدمه ما كايناش، الاسعار طالعين، وزيدوا كملوا على بعض. يعني راه كتقلبوا غير على الصداع. راه هذاك الرجاوي الا قطع ب 50 درهم ويدخل ممكن يكون شغب، باش نكونوا واقعيين، راه يمشي يتسلف ولا يدير شي حاجه يمشي يدخل التيران. ولكن راه مع الازمات والاسعار وكذا وتزيد عليه 50 درهم واخا دخل ما دخلش بخاطره. يعني راه كاين اللي كيتسلف ويتكلف باش يدخل. يعني حاولوا ديروا 30 درهم هي الماكسيموم، مزيانه الانسان يدخل ويتفرجوا، ماشي تحلوا. شجعوا عباد الله باش ندخلوا عاوتاني نتفرجوا في الرجاء. الرجاء راه ماشي، راه كيجيو الناس من اي مدن باش يتفرجوا في الرجاء. الرجاء ماشي سهل، والجمهور ديال الرجاء راه ما كبير. يعني خاصنا نشجعوا ونديروا 30 درهم ولا نديروا شي ثمن مناسب باش كلشي تكون عنده الفرصه باش يدخل. هذا هو اللي كاين. انا رجاويه، ولادي وداديين. المهم التذكره نتاع الرجاء طلعوها ل 50 درهم، والوداد كيخلصوا هي 30 درهم. دابا كنطلبوا منكم باش ديروا الثمن اللي كاين في الوداد باش كلشي يمكن الرجاويين يدخلوا لاستطاعتهم. كاين اللي ما عندوش 50 درهم ما يمكنلوش يدخل ب 50 درهم. بالنسبه لغلاء الاسعار كلشي طالع، خاصنا نورمالمون حتى من التذاكر نتاع الكره باش الناس يدخلوا شويه يتفرجوا ويتنفسوا شويه من هاد الكربه هذه نتاع الغلاء. خويا انا بعيد على الراجل، انا الوداد من شحال هذه تكون عندها ازمه، يلا 30 درهم مختمر شي نوار هما اللي كيغلوا التذكيره. بالنسبه لي انا ضد هاد الغلاء ديال التذكيره، بحكم ان الراجل تزوجات الأزمة ديالها خصهم ينقصوا، والوداد حتى هي دارت دايره غير 30، يعني خاص تنقص لينا حنايا، وخاص تكون في متناول الجميع. ما خاصش حيت بحكم ماشي انا، راه كاين واحد غير كيتعجبو الرجاء وباقي صغير كيبغي يمشي يتفرج، ما تكونش عنده 50 درهم كامله، دونك خاصها تنقص شويه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.